بشاعة ممارسات هذا الكيان الذي اتخذ من سياسة الإبادة الجماعية منهجا أساسيا لعملياته العسكرية اليومية، مبررا إياه بحجج واهية. لذلك يطالب العراق بوقف فوري لهذه الانتهاكات وتطبيق المواثيق الدولية المرعية في الحروب. السيدات والسادة، بادر العراق حكومة وشعبا منذ الأيام الأولى للحرب على لبنان إلى تحمل مسؤولياته تجاه الإخوة هناك بفتح جسر جوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية بواقع سبع طائرات، إذ بلغ مجموع تلك المساعدات 75 طنا فضلا عن 27 شاحنة منعت من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بعد تهديدها بالقصف، إلا أنها وزعت على النازحين اللبنانيين في سوريا. وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه إخواننا اللبنانيين، فقد سهلت الحكومة العراقية دخول النازحين منهم إلى العراق دون وثائق سفر، استنادا إلى هوياتهم فقط، واستقبلتهم وتعاملت معهم كضيوف على العراق، تعبيرا عن مساندته ودعمه للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان الشقيق. كما نود أن نؤكد هنا أن هذا الدعم ليس على المستوى الحكومي فحسب، بل أن هناك حالة من التضامن الشعبي الواسعة مع لبنان من قبل الشعب العراقي. دعونا نجدد دعوتنا إلى قادة العالم للوقوف ضد السياسات والأعمال الوحشية التي تكرس للعدوان وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم. إن استمرار الحرب في المنطقة يزعزع الأمن القومي ويمنح التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها وشن الهجمات، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة ويقوض الجهود الدولية التي بذلت وما زالت تبذل من أجل استئصال آفة الإرهاب. لذا لا بد من الاحتكام لمنطق العقل لا منطق العدوان، ومنطق السلم لا منطق الحرب الذي يهيمن على خطاب وأفعال الكيان الإسرائيلي. ونؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع حد لأفعاله وأهمية بذل الجهود والمساعي من أجل ضمان عدم اتساع رقعة الحرب. وختاما نعيد تأكيد دعوة جمهورية العراق إلى تطبيق قرارات المجلس الأمن الدولي ذات الصلة بإيقاف الحرب ومظاهرها وإدانة الاعتداءات كافة على قوات اليونيفيل، ويدعو العراق إلى احترامها والمحافظة على سلامة وأمن أفرادها. ونكرر شكرنا للقائمين على إعداد هذا المؤتمر، ولنعمل جميعا معا للوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. وشكرا جزيلا لكم. Merci beaucoup à l'Irak. La parole est à l'ambassadeur du Japon en France, Monsieur Makita Shimokawa. Monsieur le ministre, tout d'abord, je tiens à exprimer. Allez, Wazir, à vous de nous parler de l'engagement sérieux. Admiration to France for the deep commitment that has been made by President Macron, Minister Barrot, and the contribution of the special envoy, Mr. Le Drian, who have been doing their utmost to prevent any escalation in the Middle East. Japan's position.